اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده مطبخنا بساطه سهوله مرونه، مطلوب مننا نعمل كفته الدجاج بطريقه مختلفه لان احنا بنعملها بطرق كتيره بتفك مننا وما بتظبطش معانا وساعات تبقى ناشفه. معانا النهارده صدور فراخ ومعانا برغل، هو ده العصب بتاع الكفته والاضافه بتاعه الشيف المغازي المعتادين عليها او التركايه الشعريه، ازاي الشعريه مع الفلفله الحلوه وطبق كفته جامد جدا. معانا نوع من انواع البطاطس لطيف وجميل اسمها بطاطا حاره بالكزبره، البعض بيسميها كزبريه، بطاطا كزبريه، بطاطا حاره، لها اسامي كتيره ولكن الطعم والتست والفليفر من اصابع ايد الشيف المغازي. نشوف هنعملها مع بعض ازاي. ولكن المفاجاه النهارده الجبنه القريش لها موقف معانا من ريحه الريف المصري والصعيد المصري اللي بنوجه له تحيه كبيره من مزبيرو. هنعمل كيكه النهارده بالجبنه القريش، هنشوف نعملها ازاي بتفاصيلها مع حبه البركه، ويا رب تدخل البركه على كل بيوتنا. مش عايز اطول على حضراتكم لان في تفاصيل النهارده وبساطه سهوله مرونه. خلينا ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، ولكن قبل الفاصل نصيحه من شيف بيحبكم، معلومه غير معلومه، تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد، اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. النهاردة هنعمل كيكة بالجبنة القريش، ودي يعني فكرة لطيفة وجميلة. الجبنة القريش قيمتها الغذائية عالية جدا، بتكون ملحها قليل، آمنة بالنسبة للدهون، هي غير أنواع كل الجبن، مقاديرها في متناول الجميع. تعالوا نشوفوا نعمل كيكة ازاي مع الجبنة القريش ويبقى طعمها لطيف وجميل. معانا بيض، أربع بيضات أو ثلاث بيضات حجمهم كبار، معانا من الجبنة القريش كوب لو احنا هرسناه، يعني قطعتين حلوين بالشكل ده كده، معانا كوبايتين من الدقيق، بيكنج باودر معلاه، حبة البركة معلاه، واحد كوب من الحليب، ربع كوب زيت أو معلقتين من الزيت، المادة الدهنية هنا اختياري ولكن تفضل إن هي تكون زيت، لا زبدة ولا سمنة. المقادير على الشاشة، جبنة قريش بحبة البركة والبيض وثلاث بيضات او اربع بيضات، ومعانا الحليب واحد كوب، وما ننساش البيكنج باودر الماده الرافعه او العضلات بتاعه الكيكه، ومعانا من الدقيق كوبايتين. مفيش. طيب تعالوا نشوف نعملها مع بعض ازاي. بسيطه سهله، اول حاجه هنخفق البيض مع بعضه. نعم يا غالي، ازاي بس تاخد سكر يا مخرجنا يا جميل؟ دي كيكة أو مافن الجبنة القريش، ما ياخدش سكر. المقادير على الشاشة، مكتوب سكر مش مكتوب سكر، أكون ناسي وكاتب سكر ولا حاجة. هو ده الكلام. أربع بيضات، حلو، كوبين من الدقيق، الله، معلقة بيكنج باودر، ومعلقة حبة البركة، الله عليك يا عم الشيف. ده ورق نعناع اخضر مش مكتوب في المقادير، من حضراتكم يا ريت نضيفها في المقادير، يا اما نعناع يابس ناشف يعني مفروم، لما اقول نعناع يابس يعني نعناع ناشف، يا اما نعناع اخضر زي اللي معايا ده كده. ونكسره بايدينا كده كاننا بنعمل سموزي او عصير النعناع والليموناتا. ليه يا عم الشيف النعناع؟ النعناع مع الجبنه القريش في قلب الكيكه اكيد هيكون اضافه لطيفه وجميله، زي ما ريحته حلوة لطيفة وجميلة. اهو دايما النعناع بيخلصنا من ريحة التوم، ريحة البصل، وجوده مهم جدا. انا حطيت النعناع مع البيض، دي فكرة جميلة، انا بعد من جنبه كده افتكرته. هناخد البيض كده نخفقه بالمضرب خفقا جيدا، الله، اهو الله، اهو كمان مرة نخفق البيض جيدا مع النعناع، يوم يديني طعم النعناع. حلو قوي يا غالي، لا هتاخد لا سكر ولا فانيليا، ما انا حطيت النعناع بدل الفانيليا يا غالي حبيب هارتي. كسرت النعناع مع البيض، شفتوا بقى البدايل، هي دي التركايه بتاعت المغازل، حطيت نعناع اخضر بدل الفانيليا على البيض، اكيد هنا مفيش زفاره. حلو الكلام ده، بدايل، ما ينفعش احط فانيليا ولا سكر في الكيكه دي خالص. حلو قوي، يعني تقدر تعملها بالجبنه القريش، بالجبنه الرومي، زي ما انت حابه. حلو،
هنبدأ نحط حبة البركة شوية كده، ويريد تحمصيها زي اللي أنا محمصها دي. وعلى فكرة لما تحمصيها بتدي ريحة حلوة. دي الجبنة القريش مش هنحطها دلوقتي، ده البيكنج باودر بنحطه مع الدقيق، لازم بيكنج باودر. كوبايتين من الدقيق مخلوطين بمعلقة من البيكنج باودر. بناخد واحد كوب من الحليب، والله بقى حليب كامل الدسم، حليب قليل الدسامة مفيش أي مشكلة، اختياري. ممكن على فكرة تحط حليب وزبادي الاتنين مع بعض، يعني تعتبر الكيكة دي من مصادر أو من منتجات الألبان إذا كان حليب أو زبادي. خلطنا الحليب بالبيض بالنعناع بحبة البركة، والنعناع تاني علشان اللي جاي متأخر وما خدش باله بديل للفانيليا. ننزل بالدقيق بتاعنا المخلوط بالبيكنج باودر، المواد الجافة تتقلب لوحديها. يا نعم، قولوا لي ايه السؤال. الله، سؤال حلو جدا يا شفيه، والله واضح انك انت عايز تنافسني. ازاي نحمص البيكنج باودر، قصدي نحمص حبة البركة، نحمصها ازاي؟ في طاسة على نار هادية جدا وبنحطها على النار كأننا بنحمص مثلا فول سوداني او اي نوع من انواع المكسرات، بس نار هادية جدا تحميص الريحة الحلوة دي. او الفرن عندنا يكون سخن وبعد ما يسخن نطفيه خالص ونحط حبة البركة دي في صينية ونحطها. ايه الفكرة من تحميصها؟ احنا بنحضرها هنا بالريحة الحلوة بتاعتها، والدليل على كده لما بنكون عند البيكري او الخباز او معدين من جنب فرنة بتخبز عيش فينو عليه حبة البركة، بنشم ريحة حبة البركة على نصة الشارع، فالريحة بتشدنا للايه؟ للمخبز. شايفين الخليط ده كده؟ اهو ده الخليط بتاعنا. هيحتاج لشوية دقيق لان احط جبنة قريش، والجبنة القريش هنا بتديني سوائل اهو بالشكل ده كده. اخر حاجة بحطها الجبنة القريش للمقادير عشان انا بكسرها مش بهرسها جامد. اصبح المقدار هنا زي الفل. تمام، هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هناخد الجبنة القريش الحلوة اللي عندنا دي كده من الست الطيبة اللي على نصة الشارع، بتلاقيها دايما واقفة جنب بتاع الفاكهة، باخدها كده او بنعملها في البيت. يعني انتوا عارفين بتتعمل ازاي دي؟ سهلة جدا. بتجيب 2 كيلو حليب تغليهم على النار، تطفي النار، معلقة خل، عصرة ليمون، عذاب الملح وعذاب حبة البركة، عذاب الفلفل الأسود، عذاب الكمون، حطي وتحطيهم وتقعدي تقلبي من وقت للتاني، هتطلع معاكي جبنة أو تكلكع معاكي أو تبقى تقطع معاكي. تاخديها تحطيها في شاشة بيضة وتعصريها جامد وتحطها في التلاجة فترة الليل، تطلع معاكي الجبنة القريش. هنجيب القالب الحلو ده كده بالشكل ده كده، وخلونا نقلب المقادير دي، ما تتقلبش بالمضرب، بالاسباتيولا دي كده. يبقى انا عملت الكيكه النهارده عشان الاطفال الحلوين اللي مش بيسمعوا كلام ماما او ماميته، هياكلوا واحده من الكيكه دي، او تقدروا تعمليه مافن فيها البروتين فيها الكالسيوم فيها المعادن. بس تعالي قولوا لطفل كده كل جبنه قريش يقولك مش بحبها، فانت كده عملتها له طعم في قلب الكيكه. والكيكه طبعا اللي كمان الاطفال اللي مش بيحبوا البيض، فاصبح ان هو حببناه في البيض. هننزل بالمقادير دي كلها، شايفين الحلاوه دي؟ اللهم صل على النبي. هندخلها الفرن. كيكه فيها تفاصيل كتيره، فيها عناصر غذائيه كتير، وبهديها للاطفال الحلوين اللي بيروحوا المدرسه. الله، نقلب المقادير دي كده ونسويها كده. درجة حرارة الفرن عندي 180 يا عم الشيف، بحطها في الفرن. دي خدت سكر؟ لا. خدت فانيليا؟ لا. ايه بديل الفانيليا في البداية خالص؟ النعناع الأخضر. نشيل كل حاجة من هنا، ودرجة حرارة الفرن عندي 180. اوعي تكوني ناسية تولعي الفرن، أزعل منك. نشوف الفرن ونبص عليه. اللهم صل على النبي. مكانها فين دي يا مخرجنا؟ حلو قوي، دي مكانها هنا في أرضية الفرن.
بالشكل ده كده. اه بص لي عليها بصه كده صعبه. طيب هي الكيكه في الفرن درجه الحراره 180، التايم بتاعنا من 30 ل 35 دقيقه عشان الكل بيتساءل ليه الشيف المغازي بدا الحلقه بالكيكه بتاعتنا اللي احنا عملناها عشان نبدا نشتغل على النار بتاعتنا. تسمحوا لي اطلع فاصل صغير وبعد الفاصل نشوف كفته الفراخ بطريقه مختلفه النهارده مع الشعريه. ما ننساش نوع من انواع البطاطس اللي الاولاد بيحبوه. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. مهم جدا لما تقف في مطبخك في الوقت ده بالذات، عندك ولاد بيروحوا المدرسه، عندك التزامات اخرى، متطلبات اخرى، لازم تنظمي وقتك في المطبخ، ما توقفيش 24 ساعه. حلو الكلام. انا اقدر اساعدك تقف في المطبخ ساعه زمن تعملي المنيو بتاعك او وجبه الغداء او الاكل بتاع الاولاد بطريقه بسيطه وسهله واسرع وقت ممكن. معانا كفته الدجاج بالشعريه، المقادير على الشاشه، صدور فراخ او هنجيب فرخه ونسحبها، بس افضل واسهل حاجه صدور فراخ. معانا برغل، معانا فلفله حلوه، معانا من الشعريه نص كيلو زبده، بقدونس، شبت، بصل، ثوم. المقادير في متناول الجميع بسيطه وسهله. توابلنا ملح وفلفل يا اختي، والبهارات بتاعتنا ممكن تحطي شويه كركم، شويه كاري، شويه كمون، زي ما انت عايزه. هنشوف ازاي نعمل الطبق ده اللي فيه شغل كتير. اول حاجه هعملها ابدا احمر الشعريه وانا واقف جنبها كده من وقت للتاني، استغل وقفتي جنب النار. رتبي معايا وركزي معايا. اه حط الشعريه هنا كده واحط شويه الزيت الحلوين دول كده واحمر الشعريه لوحدها. حلو قوي. ايه الجديد؟ هنشوف دلوقتي. وننزل بقى في قلب الزيت كده، والشيف المغازي علمنا عشان الشعريه تطلع لون واحد، مفيش واحده حمراء ولا واحده فاتحه ولا واحده غامقه. نحط شويه ملح، ولكن لازم تكوني فاكره انك انت حاطه ملح عشان ما تحطيش ملح مرتين. ونقلب الشعريه، واحنا بنقلب الشعريه عين اليمين عليها ومركز معاها، ما نشغلش مع التليفون، ما اقعدش اكلم صاحبتي، ما اقعدش اتشغل مع البيبي بتاعي. والشعريه على النار او البصله على النار، خلي بالك عشان الشعريه دي لو لونها احمر زياده عن اللزوم هيبقى شكلها وحش قوي بعد التسويه. اهو هنسيبها على النار كده. العب. اهو 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 حلوه اهو. هنخليها على النار ونشوف الكفته هنعمل فيها ايه. ادي صدور الفراخ الحلوه، معانا برغل، ومعانا الفلفله الحلوه، ومعانا البصل والثوم. هاخد صدور الفراخ دي اقطعها، اقطعها مكعبات. حلو قوي. اه بسم الله الرحمن الرحيم بالشكل ده كده عشان تتفرم بسرعه. اهو كل ما قطعت اللحمه او الفراخ الصدور حجم صغير، مكعبات صغيره، وتحطها في المفرمه ما تاخدش وقت كبير. حلو. ادي صدور فراخ، بسم الله ما شاء الله ربنا مبارك، تقريبا نص كيلو. هنحط كده صدور الفراخ بالشكل ده كده. حلو. واشغل الكبه بتاعتي مع بصله مع تومه، بس خلونا عشان بصراحه ما بحبش اذك حضراتكم بصوت الكبه، فخلونا احط المقادير كلها مع بعضيها وبعدين اشغل الكبه مره واحده. حتى مخرجنا لو طلعني فاصل مش هزعل. وبرده رايح جاي بحمر في الشعريه بتاعتي. اه وانت واقفه جنب النار استغل وقفتك في المطبخ يا امي يا اختي. لا لا احنا مع بعض، انا بتكلم بس احط المقادير واشغل الخلاط واطلع فاصل. انا ما بحبش ازعج المشاهدين بصوت الكبه او الخلاط. بحط البصل اهو، بصل ناعم، ثوم ناعم، شويه برغل، والبرغل ده عصب الكفته. اذا هتعملها صينيه، هتعملها في الفرن، هتعملها قراص، بتديكي مساحه، بتكتر لك الكميه. الاولاد كلهم بياكلوا والجيران بياكلوا والحبايب بياكلوا. شويه خضره من البقدونس، سنه من الشبت صغيره، الله اكبر. ايه كمان يا عم الشيف؟ للامانه معلقه دبس الرمان، الله. حلو. البهارات هحطها بعدين.
حلو الكلام، تسمح لي اشغل الكبه؟ يلا بينا. اه بعتذر عن صوت الخلاط، سيبوني اعيش مع صوت الخلاط، لان في برغل، في فراخ متقطعه، في بصل، في توم، فانا عايز افرم الخليط ده كله يبقى ناعم معايا. وعرفنا ايه الفكره والتركايه، ان انا بحمر الشعريه علشان استفيد بزيت تحمير الشعريه في تحمير الكفته. شفتوا التركايه رايحه فين والسكه واخدانا على فين؟ هو ده زيت تحمير الشعريه هستفيد بيه في طعم الكفته. ودي تركايه لطيفه وجميله، جربيها. هنطلع فاصل صغير، نصيحه مني اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. المخرج هنا بيتحداني، قال لي يعني انا لما احط شويه ملح على الشعريه ما الاقيش وانا باكل الرز ابو شعريه، ايه اللي بيتحط مع الملوخيه والباميه؟ اشتقت لك يا باميه مع رز بشعريه، ما الاقيش الشعريه حبه وحبه. والله هقول لك على حاجه، انت في مكانه احسن مني، تقدر تقول الشيف كلامه مظبوط ولا مش مظبوط بالتفاصيل، وانت قادر وتخش جوه الحله وتجيب التفاصيل الصغيره وانا بقلبها. وعلى عينك يا تاجر، بص على الحلاوه دي بالله عليك. بص اه دينا حبه بس لونها بتقول انا فاتحه شويه ولا غامقه شويه. طبعا خلي بالك، اقول لك نصيحه لله بجد والله العظيم، خد اوعى تكوني بتحمري شعريه وتطلعي الحله من النار وتقولي خلاص انا بطلت احمرها وهي خدت لون. هنا الحله، هنا لو انت بتحمري في حله معدن زي دي كده درجه حرارتها عاليه، فوجود الشعريه تحت وانت بتسبتيها حتى تيجي تقلبي تلاقيها لونين، فانت شلتيها من النار حاجه من الاتنين، يا تستمر في التقليب، واللي بقوله ده مهم جدا، يا تستمر في التقليب وهي بره على النار لغايه لما الحله تهدى، يا اما تاخديها وتحطيها في حله تانيه خالص وتقلبيها وتسيبيها. ليك الاختيارين زي ما انت عايزه، بس ما تستبيهاش وتروحي على مكان تاني تشتغلي وتسيبيها في الحله على النار، ترجعي لها بعد 5 دقايق وراجعه مبتهجه، هتلاقي الشعريه من تحت لون ومن فوق لون. حلو الكلام. اه اللي بقوله ده حماتك اكيد قالت لك عليه. الفراخ بتاعتنا فرمناها، ايه رايك تبص على الكفته؟ لان عايز اعمل تركايه كده، وانا مش بخيل، انا كريم، فانا عايز اعمل تركايه مع حضراتكم مهمه جدا. الكفته خدت لون، قصدي الكيكه خدت لون معانا اهي، خدت لون. حاضر عينيا. كمان شويه تقول لي هاتها لي الكنترول اهي، بص عليها، ايه رايك فيها؟ شوف التركايه اللي هعملها دي، هنجيب بوله فيها ميه ونحط الميه هنا. يا راجل اشرب الكيكه ميه؟ اشرب الكيكه ميه؟ ده كلام؟ بقول هتحط الميه دي على الكيكه؟ لا، التركايه دي بقولها وتقدر كل تمام زي الفل، تقدر كل ست بيت بتتابعني دلوقتي تعمل التركايه دي في حاله احمرار الكيكه من على الوش وهي لسه عايزه سوا، وخاصة لما الكيكة تكون فيها التوبنج اللي جواها زي جبنة قريش، فواكه مجففة، عاملاها بالتفاح، عاملاها أيا كان، فمحتاجة إن الكيكة تقعد في الفرن شوية تاني التوبنج اللي جواها يستوي،
فما تاخديش بالوش الاحمر وخلاص. اعمل ايه يا شيف؟ لخص الموضوع. دي ورقه زبد ساحر يا عم. اهي اهي ورقه زبد يا سوسو اهي، هحطها هنا كده. الله، شفت الميه اهي؟ بص اهي، بس خلاص اهي. الورقه دي اعمل فيها ايه؟ اعصرها كده. بص على الحلاوه، بص على الحلاوه اهي. واخدها زي ما هي كده اهي. تتقطع؟ لا اهي، هاخدها زي ما هي كده على الشاشه اهي. يلا بينا، يلا بينا. اللهم صل على النبي. ونحطها على الشاشه كده، على الكيكه كده اهو اهو. بص عليها بالله عليك قبل ما اقفل الفرن حبيبي يا مخرجنا. اهي يلا يا فندم. اهي المعلومه الغير معلومه دي مهمه جدا، نغطيها. دخلناها الفرن، سيبيها تاخد سواها براحتها. نعم يا حبيب قلبي، هجاوبك. حاضر. تدفع كام؟ بيقولي ليه حطيتها في الميه؟ ما كنت حطيت ورقه زبده وخلاص. قال لك العلم فين؟ يعني في الراس مش في الكراس. انا حبليتها ميه علشان الميه تطول عمرها. الله يطول عمرك وتقعد فتره طويله في الفرن على وش الكيكه، ما تتحرقش ورقه الزبده. دي بهارات بحطها على الكفته، كمون، كزبره، بابريكا، ملح، فلفل، شويه كزبره كمان اهم زي الفل. والملح بتاعنا ظبطناه، وعندي طاسه شديده الحراره بتسخن معايا، مش عارف ليه ضفت نحطها دي هنا. تمام زي الفل. ونقلب الكفته دي كده مع بعض. اللي انا هعمله دلوقتي اسمه العلم الطهوي، او الخبره الطهويه، او الرؤيه والفن والابداع. طاسة شديدة الحرارة، ركزي معايا. الله يرضى عليك يا أختي. وادي الكفتة بتاعتي قلبتها بالتوابل والبهارات بتاعتك الحلوة، تتاكل نية فيها برغل. نعم، سؤال وجيه جدا، محدش سأله ليه. بيقولي ليه حطيت مية والخلاط شغال؟ مركز انت معايا. وجود المية هنا ماء مثلج مع البرغل يساعد على خلطه جيدا وإفراز العضلات بتاعته. البرغل قيمته الغذائيه عاليه جدا، في الياف، في قوه متماسكه للحم او الدجاج، فانا عايز استفيد بيه. ناخد الكفته دي كده هنا، والطاسه بتاعتي اخبارها ايه؟ زي الفل. بحط شويه زيت صغيرين، تقريبا معلقتين، مع مكعبين من الزبده. حلو. بولة فيها مية، هقول لك ليه دلوقتي، دي مهمة. أحط شوية مية صغيرين كده. لا، أنا هنا مش مركز مع الكيكة خالص. طالما حطيت عليها ورقة الزبدة اللطيفة الحلوة مفيش أي مشكلة. حطيته في المية كده، وأبدأ أحمر الكفتة دي كده. اللهم صل على النبي. إيه الحلاوة دي يا عم؟ هو ده. نعم. تاني. اصبر على رزقك، تستعجلش. بقول للشعريه اخبارها ايه؟ وحقوق الطبع لدينا وبس على شاشه القناه الاولى. يلا. لسه ما خلصتش. طالما الكفتة فيها برغل اشتغلي فيها وقلبك جامد وعلى مسؤوليتي، لا تتفكك. حلوة. كفاية دول كده، ناخد واحدة صغيرة هنا كمان. تمام زي الفل. سيبها على النار، ما تقلبهاش دلوقتي من فضلك، سيبيها على النار ونشوف اللي بعده. معانا بطاطا حرة أو بطاطا مالية بالكزبرة، مقاديرها على الشاشة، نشتغل فيها والكفتة بتتحمر على النار. ما نقربش منها خالص، نسيبها تاخد لون، تاخد الصدمة النارية. ونشوف نشوف البطاطس دي هنعملها ازاي للأطفال والأولاد اللي مش بيحبوا البطاطس المقلية. في أولاد بيحبوا البطاطس فيها طعم التوابل والبهارات. نعم يا غالي، الشعرية بص على لونها، أنت عارف عجبك لونها، لون ذهبي، عيار 21. قول لي ال 24 ولا 21 اللي احسن؟ انا مش عارف، ده عيار 21 اهو. شفت اللون الذهبي ده؟ اهو
اهي. يلا يلا، وسيب الكفته على النار. التركايه اعملها بعد الهواء بعد الفاصل. يلا. طب نعمل ايه؟ ماشي، خلونا نقلب الكفته مع بعض. طب قولوا لي يا شباب، عرفوني يعني. الكيكه نشيل البتاع كده من على الوش. الله، ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ الله الله، خلاص دي نشفت اهي. لو سبتها اكتر من كده هتسود وتبوظ لي الكيكه بتاعتي. حاضر، عينيا عينيا حبيبي يا اللي مش ناسيني. اهي ميلها مين؟ ميل يا غزي الميل، ميل لك ميول. ايه يا غالي، ايه يا حبيبي. بص التفاصيل والخضره اللي جوه الجبنه، بص عليها، هغرفها لك دلوقتي. عينيا، انت مركز مع الشعريه. ناخد الكيكه بتاعتنا دي كده. الله اكبر، دص عليها. الف هنا وشفا من اللي ياكل، مكانها هنا بين الحلوين. يلا بينا نخش على اللي بعده. معانا بطاطا حرة، هنشوف نعملها مع بعض ازاي. الكفتة بتتحمر، ما تفكريش فيها ولا تسألي فيها. حلو، واحنا شغالين كده. نعم، الخطوة اللي جاية خطوة مهمة جدا، لو فاتتك أزعل منك. دي التركاية، ولما بقول حقوق الطبع لدينا وبس، الكلام ده معانا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. الزيت يسخن. الله، نمسك البطاطس دي يا عم الشيف، نقطعها مكعبات. حلو؟ اه، بالشكل ده كده. ممكن تعملها صوابع زي ما انت عايزه، اختياري يعني. تقدر تعملها صوابع او مكعبات صغيره. بنروح ناكل طبق البطاطا ده في اي محل بتاع مشويات او مطعم، بندفع فيه مبلغ وقدره، بيعدهم بالواحده. هتجيبي كيلو بطاطس وتعمليه بايدك انت الحلوه. اه، قطعها كده بالشكل ده كده. عجبك شكل الكيكه؟ نعم. عينيا، تبرد وقطع لك منها حته. تفاصيلها باينه قدامك اهي، تشق القمر يا قمر. اه، شفت البطاطس دي؟ اهي، خدها بالشكل ده كده. اه، كمان واحده. عينيا، يلا عشان ما عندناش وقت. نعم، الشعريه هقدمها زي ما هي كده، زي نوع المكسرات، ناشفه. مشكلتك عايز تعرف الشعريه مع الوقت الضيق ده هتروح على فين؟ عينيا، هقول لك كل حاجه دلوقتي، اصبر على رزقك. هننزل البطاطس دي في قلب الزيت يا مخرجنا. زيت شديد الحراره. اه، يلا بينا. يلا بينا. آه. الله الله. بس خلاص. اخبار الكفته ايه؟ تعالي يا كفت. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا نزلنا بأول واحدة دي. دي أول واحدة فاكرينها؟ نقلبها كده. تاني واحدة دي كده. نقلبها كده. تالت واحدة دي نقلبها كده. يلا بينا. رابع واحدة دي. حلو، كلهم يتقلبوا كده بالشكل ده كده. الله، شفت الجو ده كده. عينيا عينيا، الكيكه تفاصيلها الجبنه القريش مع شويه النعناع الاخضر الحلوين دول اللي انا حطيتهم في البدايه مع البيض، ادالك فليفر جامد جدا. الله، ايه الحلاوه دي؟ الجمال ده، ايه الحلاوه دي؟ اه، تاخد وش كده. هنعمل تركايه دلوقتي، هتدعي لي زي ما هي كده يا عم الشيف. هنجيب طبق وماء مغلي، اللهم صل على النبي.
معانا الطين بتاعنا. ايه اللي هتعمله يا عم الشيف؟ حالا وانت معايا. ناخد الكفته دي كده زي ما هي كده، شفت الحلاوه؟ ومكان تحمير الكفته طبعا انت فهمت الشيف المغازي هيعمل ايه. انا عارف، انا وصلت اللي انا عايز اعمله اهو زي ما هي كده شعريه. انا هعمل تركيه دلوقتي تساوي 1,000,000 جنيه اهو. شفت التحميره دي مطلوبه اهي اهي. يا ويلي، انا هاكل الشعريه واسيب الكفته للاولاد في نفس الطاسه يا اختي، في نفس الطاسه يا امي، في نفس الطاسه يا ست الكل يا اللي بتتابعيني. شوف الشيف المغازي يعمل ايه اهو اهو اهو، على عينك يا تاجر. يا ويلي، هو ده هو ده اهو. لسه ما خلصتش، اصبر على رزقك يا طيب. شيل ده كده، الله، وننزل بالشعريه يا عم الشيف. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الشقاوه دي؟ ايه المزاج الرايق ده؟ هو ده. ونعمل ايه يا عم الشيف؟ بالراحه خالص كده زي الاساتذه من الشيفات. شفت الحلاوه؟ شفت الجمال؟ لما تيجي تعملي البكاتة بالليمون اهو، لما تيجي تعملي الكوردون بلو اهو، لما تحمري كفته ومكان تحمير الكفته اهو. هوريك دلوقتي الارضيه بتاعت الحله اهو، تشوفي فيها خيالك اهو زي المرايه. بص عليها، انا عارف انت عايز تشوف ايه اهو اهو اهو. بص الحلاوه اهو، انا عايز ده، انا عايز الجو ده اهو. يا رايق يا رايق اهو اهو. شفت الحلاوه دي كده اهو؟ شفت الشعريه هنا؟ تسيب الكفته للاولاد وجوزك ياكل الشعريه فيها كفته برضه اهي. بص على الشعريه، بص على الحلاوه، بص على الروقان. واخده ملح؟ اه. واخده توابل؟ اه. مكان تحميره الكفته؟ اه اه. هننزل يا عم الشيف، يلا بينا. اللهم صل على النبي. اه يلا، سمعيني كده الصلاه على النبي، وقولوا حقوق الطبع لدينا وبس على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. شفتها دي قبل كده؟ ولا في الكتاب ولا في الكراس، حصري على القناه الاولى. اه عندنا درجة حرارة الفرن 180. أنا عايز أحمر الكفتة من فوق، تكمل سواها وتكمل تحميرتها وشاوتها. يلا بينا يلا بينا. اللهم صل على النبي. الفرن جاهز. صعب الحاجة حلوة المخرج بتاعنا بيحبها، يقول لي دايما يا شيف العب بالألوان. مخرج بقى، نسمع الكلام. تركيه صغيره كده علشان تبقى عامله لوحه فنيه تتصوري معاها سيلفي. ناخد الفلفل ده كده، جوزك بيحب الحار حط له حار، ما تزعلوش اهو. ده فلفل اخضر، قطع كده. ده فلفل اصفر، يتقطع كده بالشكل ده كده. هناخد الشويه الحلوين دول كده ونعمل لوحة فنية واحنا واقفين كده. اه مرناش حاجة، انا بوصل لك الفكرة وانت يا ست الكل تقدري ايه تترجميها بشطارتك انت اهو. الاخضر عينيا يا فندم. حاضر، ربنا يخضر ايامك. كفتة بالشعرية وحقوق الطبع لدينا وبس. ولما بقول حقوق الطبع لدينا وبس مش من فراغ، خبرة السنين والأيام والأحلام. درجة حرارة الفرن عندي 180، بندخلها الفرن تاخد وش. الشعرية مستوية طبعا، دي زبدة اللي بحطها دي اللي يتساءل دلوقتي، مكعبين من الزبدة. نعم يا غالي، ما ينفعش جبنة خالص هنا، دي زبدة. الجبنه دي ما ينفعش مع الطبق ده خالص. درجه حراره الفرن عندي 180. ايه الاخبار؟ دي سخنه، نشيلها كده وندخلها الفرن على ما نعمل البطاطس. هنبص عليها، يلا بينا. اللوحه الفنيه الحلوه دي كده في قلب الفرن اهي جايه معانا. اللهم صل على النبي. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ بالله عليك ما تزعلني، دلع الصينيه دي في الفرن. كفتة بالشعرية وحقوق الطبع لدينا وبس على شاشة القناة الأولى. تعالوا نكمل موضوع البطاطا الحارة، نشيل كل ده ملوش عوزة.
معانا نار شديدة الحرارة، معانا طاسة، حلو الكلام؟ والمغازي جاب الخلاصة اهو، نحط دي على النار، حلو، مكعبين زبدة، مش هستخدم زيت هنا، كفاية الزيت اللي هي متحمرة فيه، حلو الكلام يا ست الكل؟ معانا فص من التوم مفروم ناعم، فين التوم يا عم الشيف؟ حلو اهو، الزبدة بتحمر التوم بسرعة، خلي بالك، شوية كزبرة ناشفين على التومة، الله، شوية كزبرة خضرة على التومة، شوية دبس رمان على التومة، اوعى تقول ورايا اللي جاية دي، اوعى تقول اللي ورايا، اهو، في لفلة حلوة اللي هي الهريسة الحمراء على التومة، شطورة، ونقلب، الله، شوية بهارات من الملح والفلفل والبابريكا ونقلب، يلا يا بطاطا، يلا يا بطاطس، اللهم صل على النبي، آه. زي ما هي كده، زي ما هي كده، الله، هو ده، ايه الحلاوة دي يا عم الشيف، ايه الروقان ده، دور عليها في أي مكان مش هتلاقيها غير أنت اللي عاملاها بس، في العيلة هيقولوا لك عايزين ناكلها من إيدك يا عسولة يا حلوة يا ست الكل يا أمي يا أختي يا خالتي يا عمتي. شايف الطبق الحلو ده كده؟ اه. بطاطا حرة على طريقة الشيف المغازي، اهي. يلا نغرفها مع بعض سريعا، اللهم صل على النبي، اه. طبق للتقديم، حلو زي ده كده. تقدمها معاها نعناع أخضر. تقدم معاها بقدونس. يعني أنت بقى وإيه شقاوتك. وأنت بتحب المطبخ. زي الفل، اهي. يلا بينا، يلا بينا، يلا بينا، اهي اهي اهي، هو ده. بطاطا حرة أو كزبرية ألف هنا وشفا، دي لو على السفرة هخلص عليها. عايزة طبق حمص وألف هنا وشفا. نعم، حاضر. عينيا، أنا مش حرمك من حاجة. خلصنا الحلقة بتاعتنا؟ يلا بينا. كفتة الدجاج بالشعرية. وحقوق الطبع لدينا وبس، اللهم صل على النبي، آه. ممكن تسيبها في الفرن انت اشطر مني كمان 5 دقايق، معكيش مخرج هيستعجلك. حلو الكلام؟ حلقتنا النهارده بساطه سهوله مرونه، قدرنا نرضي كل الاذواق والاطفال وكبار السن. عملنا كفته الدجاج بالشعريه بهديها لكل كبار السن، وعملنا كيكه جميله بالجبنه القريش قيمتها الغذائيه عاليه جدا بهديها للاطفال الحلوين اللي بيسمعوا كلام ماميته. وعملنا طبق بطاطا حاره ما ياكلوش منها الاطفال لأنها سبايسي شوية. رؤية فن إبداع، بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو.